إذن مشاهدينا الكرام سيكون المجموع الكلي لعدد الكيلومترات طبعا يعني 120 كيلومتر ما يبي لها حسبة. إذن مشاهدينا الكرام طبعا سنكون نحن متواجدين الآن، سأنزل من هذا الوايت العزيز لكي ألحق في باقي الفرسان ونستطيع أن نجاري هذا السباق ونعمل اللقاءات ونغطي ونصور ونتابع الأحداث أولا بأول، من الفارس الذي سيكون متصدرا للمرحلة الثانية ومن الفرسان الذين سيستطيعون اللحاق.